طيب لمزيد من التفاصيل في تدريب النهارده وكل كواليس فريق النادي الاهلي بينضم لي دلوقتي على التليفون زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم اولا برحب بيك وطمني بقى اللي شفته النهارده في التدريبات وحاله الفريق والحاله المعنويه وتعليقات الجهاز الفني بعد التعادل بالامس امام الجونه في اطار الاستعداد للجوله الرابعه امام تاونشيب. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي محمد، واهلا بكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اكيد كانت تجربه مفيده اكيد طبعا بالنسبه للنتيجه، ما بينظرش ليها الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارترون، بيحاول ان هو يشوف بشكل كبير المستوى البدني للعيبه، مدى استيعاب الجمل التكتيكيه اللي بتطبق في التدريبات، لكن اكيد كانت تجربه جيده واستعداد ان شاء الله يكون قوي باذن الله لمباراه القادمه، مباراه الاهلي وتاون شيب، اللي اكيد بنتمنى كل توفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه اكيد هامه جدا كما هي المباراه الماضيه اللي ادى فيها النادي الاهلي اداء وحقق المطلوب وحقق 3 نقاط كانوا هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. كالعاده النهارده التدريب بدا في الساعه 9 صباحا، ممكن زي ما انت ذكرت تدريب خفيف بكل اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس، مباراه الجون تدريب استشفائي خفيف، كان في بعض الجري حوالين الملعب وبعض فقرات الاطالات مع كابتن حسين عبد الدايم او كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. باقي المجموعه يمكن ادى التدريب شبه يمكن كامل النهارده، يمكن ما كانش فيه رفع معدلات اللياقه البدنيه، كان في بعض تدريبات الكره النهارده يمكن شفنا مستر باتريس خصص فقره تدريبيه بالكره، يمكن 1 ضد 1 و2 ضد 2، كان فيها بعض السرعات ازاي تقدر تفوت بشكل سريع وتصوب على المرمى، لكن ما خدتش وقت كبير بالنسبه لي الفقره التدريبيه، يمكن كانت 10 دقائق فقط لا غير. بعدها يمكن زي ما بنقول النهارده كان تدريب خفيف شويه للعيبه النادي الاهلي بشكل كامل وخفيف خالص بالنسبه لي اللعيبه اللي شاركت في مباراه الجونه. زي ما انت ذكرت يمكن هو الوحيد يمكن مروان محسن واحمد فتحي وصلاح محسن هم اللي ما شاركوش في التدريبات الجماعيه او اي تدريبات خاصه بالنسبه للجيم، شاركوا بشكل بسيط جريوا حوالين الملعب بعد انتهاء التدريب. الامور يمكن مطمئنه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، ما فيش اي اصابات، اللعيبه ما بتشتكيش من حاجه، لكن هي بتبقى تقديريه بالنسبه للجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف مع مستر باتريس، هل اللاعب ده يريح النهارده او ياخد جرعه تدريبيه؟ فاعتقد ان هم فضلوا راحه الثلاثي واتخاذ جرعه بسيطه جدا من التدريبات. غدا بمشيئه الله تدريب صباحا في الساعه 9 صباحا يوم الاحد يكون راحه لفريق النادي الاهلي، يوم الاثنين ايضا هيكون تدريب صباحي على ان يغادر ان شاء الله فريق النادي الاهلي فجر يوم الثلاثاء 24 ان شاء الله، متوجه الى بتسوانا لخوض المباراه الهامه والمرتقبه الاهلي وتاون شيب البتسواني. طيب كريم، وانا برضو بكلمك على تدريبات فريق النادي الاهلي وبعد المباراه الوديه بالامس، يعني هل اتكلمت مع كابتن محمد يوسف تعليق الجهاز الفني على التعادل السلبي امام الجونه، تحضير اللاعبين للمباريات الافريقيه القادمه، امكانيه قيد لاعب او اثنين قبل مباراه العوده، ولا الجهاز الفني يعني احتماليه قيد اللاعبين يعني المكانين المتبقين في القائمه الافريقيه هيكون بعد مباراه تاونشيب؟ هذه الامور يعني هل عندك معلومات بخصوصها في ظل ان الفريق خلاص عنده مباراه مهمه وجمهور النادي الاهلي عايز يعرف الجديد بعد هذا التدريب؟ بالنسبه طبعا سواء للكلام في العموم بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مستر باتريس كابتن محمد يوسف، الكل طبعا بيقول ان هي كانت تجربه مفيده، تجربه بعد مباراه تاونشيب، يمكن زي ما احنا شايفين النادي الاهلي بيطلع من مباراه رسميه بيخش في مباراه وديه، لكن ده واضح جدا ان مستر مايكل اندمان والجهاز الفني وضع خطه تدريبيه بدنيه مميزه جدا هتفيد النادي الاهلي وهتبان بشكل كبير جدا في الموسم سواء في بطوله افريقيا او في بطوله الدوري العام. بنشوف التدريب البدني بالنسبه للنادي الاهلي في رفع المعدلات، في خفض المعدلات، في جرعات، في بعض التدريبات اللي بنشوفها بشكل مميز جدا، فيمكن كمان زي ما بنقول مباراه الجونه كان ليها نظره معينه من الجهاز الفني بغض النظر عن النتيجه زي ما قلنا، لكن الوقوف على حالات اللاعبين، بعض اللعيبه ازاي تقدر تدي في مكان غير مكانها، لكن زي ما شفنا طبعا الحاجات اللي هي بتزعل شويه جمهور النادي الاهلي اصابات بعض اللاعبين او يبقى في بعض كدمات للاعبين، لكن الحمد لله اكرم توفيق زي ما شفنا يمكن اكرم من الناس اللعيبه الرجاله شويه اللي هو بيخش بكل قوه عنده اصرار كبير، فيمكن اصراره الكبير والقوه الكبيره دي ادت اصابته امس، لكن شارك النهارده بشكل مميز. في الاطار العام محمد الامور كلها بتصب في تهيئه اللاعبين، الوقوف على الحاله البدنيه والوقوف على الحاله الفنيه للمباراه الوديه، لكن بشكل عام الامور مطمئنه جدا واكيد بنطمن كل جمهور النادي الاهلي يا محمد. طيب